داير جنة، الله بيديك جنة، الله هو اللي بيديك جنة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، الهبة دي مجاني، مش الولد بوقية والبيت بنص وقية وما بعرف يا زول. الله قال لك يهب لمن يشاء إناثا، في ناس بيديهم بنات بس، ويهب لمن يشاء الذكور. أنا ما قلت لك قبل في قصة ما تميتها لك في الجريدة، والله قريت الكلام ده، جايبيننا صورة وكاتبيننا القصة، مرة خواجية وجايبيننا شاذة، لأنه شيء يعني شاذ على الناس يعني. المرة جايبيننا جنبها كم طفل، والدة واحدة تزعى أطفال، والذي رفع السماء، شفت جنبها زي السواسي والأطفال تزعى، ديل لعبوا كورة براون تيم، براون هم هون يوقفوها حارس، كلها لخبطة ذاتها تزعى، وخواجية دي مشت لفكيد داجنة تزعى تزعى، ده أنا ما عارف ذاته، بعدين شغلتها طويلة خلاص، رضاعة مشكلة ده، والله كان جوك ديل بس كويت بركة ساي يكمل لك قروشك والله الرزق بيد الله، لكن تزعى. قال ولدته انتوا جايبيننا من الله خواجية وجايبين الجماعة جنبها، قلت سبحان الله، شوف الله ده عظيم كيف، لذلك انت تشكر الله وتتوكل على الله، دار جنة تسأل الله سبحانه وتعالى. قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم شنو؟ ذكرانا وإناثا، يديك أولاد وبنات، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ليه ختم الآية قال إنه عليم قدير؟ ما قال إنه غفور رحيم، ولا قال إنه ملك عظيم، ليه قال إنه عليم حكيم؟ لأنه الزول الدار يصنع لابد يكون عنده علم، عظيم يقول لك البلد دي فيها موارد، لكن دارين ناس يصنعوا في البلد، يعني في بلد من البلدان، ويقول لك البلد الفلانية فيها علماء لكن ما فيها موارد، عشان تتم الصنعة لابد العلم والقدرة، عشان كذا ختم الآية قال إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. فإنت دار جنة تسأل الله، يا أخي إبراهيم عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، بعد كبرت في السن، على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع شنو؟ الدعاء. إبراهيم عليه السلام لو لم البشر تك من آدم عليه السلام لمن تقوم الساعة، ده ثاني رجل في البشر كلهم لو لمون، أفضل رجل رسول عليه الصلاة والسلام، بعد طوال منه إبراهيم عليه السلام قال إن ربي لسميع الدعاء، يعني أنا بسأل الله وبديني، ده إبراهيم عليه السلام تقول لي فلان بدي وفلان بدي، وقال على الكبر. ابن كثير قال رزق وهو ابن 84 سنة، سأل الله سبحانه وتعالى. أنت تسأل الله، والله عندنا واحد في البلد بعرفه باسمه وناس بيته، الزول ده تزوج مرة 7 سنة ما في ولد، طلقها، زوج الثانية 7 ولا 10 سنة ما في ولد، طلقها، اتزوج الثالثة السنة الأولى، الثانية الثالثة، ولدوا له 3 تيمان ورا بعض مثلا، 3 كده مروا، 2 ولد بعرفوا باسمه، بعد قريب 23 سنة ولا 20 سنة ولدوا له 3 تيمان. ما الله بديك انت ما تصبر بس، انت أسأل الله، ويمكن له خير ذاته، كان جينات ديل كان جوك لخبطوا لك شغلتك، أخير تصبر بعدين في الجنة الدار بتلقاه هناك، الدائر لهم ما يشاؤون فيها، اي شيء دائر تلقاه في الجنه. ما تتضايق يا اخ انا ما جاني جنه، اسي الله يدي جنه، يقول لك والله الجنه دي مما جاء فلس بينا، والليل الحوادث ولين الناي وما بعرف والتسنين وغيره، ابن ادم ده شفته ما قليل اللي بيشكر الله سبحانه وتعالى، كلهم متضايقين برا مش اسالهم، كلهم متضايقين الا من رحم الله تعالى. فانا ما دار اشتت لك الكلام، اي شيء عند الله داير شيء تسأل الله، ما تسأل غير الله، ما عندهم شيء، ناس بشر زيك كيف تناديون وتلجأ لهم، يا فلان الحقنا وفلان افزعنا
وفلان كذا، زول تلقى متزوج جديد سايق المرأة معه ماشيين، المرأة تعتر ماسكه تنادي لها زول وقاعد، معناه شنو؟ معناه ده عتود ساي، ما كلام واضح. وزول اتزوجها عترت نادت راجل تاني، معناه انت شنو؟ ما مالي عينه ولا كيف؟ ما انت عتود ساي، شغلتك بوقت معين بس ما عندك شيء. لكن في النهايه دي، لكن المراه الموحده دي بتحترمك، موحده دي بتنادي الله، بتزعل انت؟ ما بتزعل. بعدين بتكون مالي وتقول لك انا والله غير راجلي ده ولا بعاين، دي المراه الموحده عقيدتها صحيحه. لكن ديك انت تمشي الشغل بتمشي تسوي لك كادوك انزول ساحر، تجي تخليك من الشغل تلقط في الاكياس لما تصل البيت، وهذه الاكياس وجميله وتقعد تعاين، لكن تجين مره واحده كان ما حصنتها تمشي للسحره والدجالين ولغيره. فقل عقيدتك في الله صحيحه. والذي رفع السماء، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فيه سبحانه وتعالى عما يشركون. الأربعة دي هسه الجماعة خشوا فيها، الأربعة، الله الذي خلقكم، في ناس جو خاشين قالوا نحن بندي الجنة، تدوا كيف يعني؟ كذا أشرح لي، بتدي الجنة كيف؟ بتتزوج المرأة بتتزوجها؟ لا من بعيد ساي بديها، من بعيد بتديها كيف؟ ده مش سؤال، يفتحوا البلوتوز يعني من الطرحة ولا وين؟ المرأة دي تديها جنة كيف؟ ترسل لها انت قول لها افتح الشير، انت المره دي بترسل لها الجنه كيف؟ انا دار افهم المره دي انا ما مش سؤال منطقي، انا دار اعرف. الجنه ده ما معروف، الجنه ده بيدي منه الله، بيدي كيف؟ والدبرك بيتزوج شنو؟ بدعشوشه، بعد ذاك بيمشوا اسبوع، بعد ذاك بيجوا والامور بتوضح وبياكلوا شيه وطحنيه والامور ماشيه، صح ولا ما صح؟ ده بدي جنى كيف؟ بس بسبحة دي بتجي جنى بس كذي، اديتك خلاص كذي بس كذي، انت يدك دي بس كذي بتجيب دي 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 شغاله اغمار صناعيه ولا جنو. يا ناس والذي رفع السماء ديل بيخدعوا في الامه، واياك تدقس، انت ما تزوجت الحمد لله إلاسي، لكن بعد تتزوج اياك تدقس دقسه زي دي، تمشي يقول لك اراح يدوك جنى تكون لا في زاهي، تمشي تقول لها الشيخ انا دار جنى، يقول لها لك دخلها على ام الفقراء ومش ليه، يقول لك مش ثلاثة يوم اللي بيض في حفرة هناك ادفنه وتعال، وتدفنه وتاني التراب في خشمك. يقول بيخلي مرته في محل. يا ناس والله، قال ان الرجال الناظرين، مش اللي بيخدتهم معاه، ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. الكلام ده خطير، كيف ده كلام القحطاني؟ قال إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. تخليها زاي في كديسة تقول لها حرس اللحم ده والله حرسته ليه، تاني تعال بمزاج سوي شيء، سوي حلة، إلا تلحس الحلة زاي تلعب يا أخي. يا أخي الله قال في القرآن كلام واضح، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ده مش كلام واضح؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وقال تعالى في القرآن في سورة الواقعة، قال في سورة الأعراف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال هناك في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، اللي بيخلق في الأرحام ده الله سبحانه وتعالى. قال في سورة في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في حفص، وفي الدوري فعدلك في أي صورة ما شاء شنو ركبك، الركبك منه الله مش
اليدين ذي ركبين لك الله، والكرعين والنخرين والاضنين كلها الله ركبك سبحانه وتعالى. تنادي لك زول ما ركبه ذاته، الزول تنادي وتعتر يا فلان فلان ده ذاته، انت تقوم بكرعين ركبهم فيك الله، تنادي لك زول ما ركبه ذاته. الشيخ ده مش مركب، كلامي ده ما تشوفه حار، الشيخ يا جماعه مش الله ركبه برضه، ما قال في اي صوره ما شاء شنو ركبك، انت مركب تنادي مركب ولا تنادي الله العظيم سبحانه وتعالى؟ تنادي الله، ما في زول بيديك جنة ما يغشك. الله تحدى الكون كله، قال يا ايها الناس ضرب مثل، ما قال فاسمعوا له، قال فاستمعوا له، فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والله ده لما يدمرك بيدمرك مره واحده، ما جاب الفيل ولا جاب الاسد ولا الناقه، قال لن يخلقوا ذبابا. ضبانه تحداهم بها الاس ما صنعوه، لقيت انت ضبانه صناعيه لاقتك، ضبانه مثل عاديه دي بس، لن يخلقوا ذبابا ما براهم ولو اجتمعوا له. جتت لمه مشروع صنع الذباب، الشيوخ ديل يصنعوا الأضام بتاع الذبابة، وديل الجناح، وديل الخشومة، وديل العيون، وكذي شهرين ما بيصنعوها، ما كذي بس. وإن يسلبهم الذباب شيئا، الذباب ده بيستأذن ولا بيسلب سلب؟ حصل استأذنك ولا بخش زايدة؟ ده بخش زايد والله، المهيوبة ذاتها مش بتاعت الشيخ، بيخش بياكل وبطير طوال. بعدين فيه ميزة عجيبة، أنا لقيت زول بيتكلم في الذباب، قال الذباب ده عنده تخدير، قال بديك طعنة كذي تخدير، بعد يخدرك قال تاني بيشيل الحاجة الدائرة، بعد ذاك بيطير، التخدير بفك أنت يا دوب قايل وركه وفات، تيجي تضربه بتلقى فات مشى واقف فوق جنب المروحة يقول لك السلام عليكم، وبيقى مارق ياكل ياكل، شفته وطير فوق. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، زول حقه من الضبان ما بمرقه، يمرق لك حقك الرايح من آخر الدنيا، تعتر تناديها فلان الحقنا وافزعنا وجيب لي الرايحة وين، وقال لك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب البنادي غير الله، والمطلوب البنادو ذاته، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله ذا قوي يا جماعة، الله رحمن ورحيم وملك وعنده أي شيء، ألجأ له، ما تلجأ للمخلوق. زول زيك يا أخ، أنا والله مشيت زمان ود الفادي، والله جاء واحد يتكلم ذكر لك قصة مضحكة لكن مفيدة جدا، قال واحد قال وزول ذاك عقيدته صحيحة وصاحبه عقيدته في الشيخ، ما بجيب اسم ما تخاف، بعدين قال الزول قال بعدين بيناديه يا شيخ فلان وعلان وهوك، اها صاحبه ده مفتح، يوم مشى معاه الشيخ وده بناديه من بعيد، يوم مشوا معاه وعادين ركبوا مشوا قرية الشيخ، الشيخ حي وكبر في السن، قال الزول جنب شيخه يقول له الشيخ وجع الراس ولا امين ده شنو؟ يقول له الكديسه، قلت له شنو؟ هو الشيخ بقى ما بيسمع زي الناس، الكديسه مالها؟ يقول له الشيخ انا قلت لك كذي، قال صاحبه ده قال لي يا زول انت جنبه هذا ما سامعك، تنادي من هناك وهذا جنبه انت ما قاعد يسمعك زي الناس، شابك لك كديسه وهنا تنادي من اخر الدنيا، ناس ذاته فهمه غريب. هسه يا جماعه انتوا كم نفر؟ لو كلكم اتكلمتوا معايا انا بفهم شيء؟ ما بفهم شيء. لو استاذ بدرس طلبه ناس في اساس ولا غيره، بعدين جاته مش هو شيء بسكتهم حتى يدرسهم، ما بيفهم شيء. زول نفر واحد من البشر هنا قاعد فيهم درمان، ينادوا ناس من الشرق ومن الغرب ومن وين؟ من الجنوب، من الشمال، ومن الوسط، والحقنا وافزعنا، عربيه دارت تنقلب الحقنا، وذاك ودي نادي ودي نادي، هو نفر واحد بيسمعهم جد؟ لو بقى بيسمع ذاته بيسمع ولا الا يسكت ديل حتى نتكلم مع ديل. لكن الله سبحانه وتعالى لانه سمعه كامل لا تختلط عليه الاصوات،
في وقت واحد الناس تتناديه وهو يسمع كلامهم سبحانه وتعالى، وقادر على أن يستجيب دعوتهم أو دعواتهم جميعا. فلذلك الإنسان يلجأ إلى الله ويوحد الله. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، يا أخي الله خلقني ليه ما أعبده؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره جل وعلا.